لماذا ترفض البنوك المركزية والحكومات الاعتراف بالعملات الرقمية المشفرة؟ البيتكوين جد شديد التذبذب في السوق. وهل يقود إيلون ماسك العالم نحو ثورة في العملات الرقمية أو صدمة مالية؟ عندما يقوم إيلون ماسك بالترويج لأحد العملات أو لأحد الأساليب فهو يروج لنفسه في البداية قبل أي كوين أو قبل أي شيء تاني. هل العملات الرقمية المشفرة طريق لتسويق وهم الثراء افتراضياً؟ لا نستطيع اعتماد في اقتصاد حقيقي هذه العملة الوهمية. جدل الليلة 9 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.